وللحديث عن تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر في العراق، معنا من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا بك أستاذي يونس. لجنة النزاهة النيابية أقرت بتهريب نحو 240 مليار دولار إلى خارج العراق، يعني هذا طبعا رقم بالنسبة للقارئ أو للمشاهد قد يكون رقما هائلا وكبيرا جدا جدا في الحقيقة. هذا الرقم هل هو في الفعل قريب من الرقم الحقيقي للأموال التي هربت إلى الخارج؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. قد يكون هذا الرقم أكبر من الرقم المذكور، هو 240 مليار دولار، ولكن إحنا الآن بصدد يعني لملمت كل ما هو موجود من تحولات فكرية سياسية اقتصادية في الاقتصاد العراقي، خاصة بعد 2003 شهد الاقتصاد العراقي ومجمل العملية السياسية في العراق تحولات كثيرة. هذه التحولات كان أثرها واضح في التحولات هذه اللي احنا في صددها، كانت واضحة في الجانب الاقتصادي وبالتالي تأثير العملية السياسية عليها. كان هذا أيضا يعني يقودنا إلى فكرة أساسية محددة، أن هنالك علاقة كما ذكرتم في تقريركم، هنالك فساد وأكيد علاقة بالفقر. حتى ولو كانت العلاقة ما بين الفساد والفقر هي علاقة غير مباشرة، ولكن تصبح بالشكل التالي، أن في النظرية الاقتصادية هنالك علاقة بين الفساد أولا والنمو الاقتصادي، فعندما سينخفض النمو الاقتصادي أكيد سيؤدي إلى نتيجة الفقر، وبالتالي هي هذه العملية التي نحن الآن بصددها، وجود هذا الفساد وانتقال هذه الأموال إلى خارج البلاد، وبالتالي لا يوجد هنالك تشريعات قانونية صحيحة تستطيع أن تضبط المال العام، هذا كله أدى إلى أن نكون أمام شيئين، أمام الرأس المال البشري والذي نعني به الفساد، وأمام الرأس المال الاجتماعي والذي نعني به المؤسسات الحاكمة أو الحاكمية أو ما يطلق عليها بالحوكمة. عدم انتظام هاتين الفكرتين اللي هي رأس المال البشري والاجتماعي جعل من الاقتصاد العراقي في حالة تهاوي، وبالتالي كان يعني على قمة هذا الشيء هو وجود الفساد الإداري. نعم. بنسبة 88. لكن دكتورة، نعم. دكتورة يعني دعينا، نعم، نتحدث عن الأثر الذي تركه هذا الحجم الكبير للأموال المهربة، نعم، على اقتصاد العراق الغارق أصلا في أزماته في الوقت، نعم، الراهن، ومن المسؤول عن وصول الأمور أو عن هذه العمليات من التهريب؟ نعم، يعني أكيد أرجع وأشير إلى عدم انضباط المؤسسة السياسية، وبالتالي عدم وجود بيئة سياسية منظمة يعني تجمع على وجود التشريعات القانونية، وبالتالي تستطيع أن تعمل على حصر كل ما هو خارج عن القانون، سواء المال المهدور أي الفساد للأموال سياسي اقتصادي، وكذلك للأموال المهربة خارج البلد. إلى الآن لم يبت في قانون غسيل الأموال، وإلى الآن، نعم، لم يبت في مجال قانون الاستثمار، وبالتالي حتى نستطيع أن نستفاد من الأموال الموجودة ولا تهدر ولا تخرج خارج العراق. إلى الآن يوجد هنالك مشاكل كثيرة بهذا الصدد، وبالتالي هنالك رقم يشير إلى مثلا 100 مليار دولار إجازات استثمارية وهمية، كل هذا جمعت أن خروج المال بشكل كبير، وأدت في نفس الوقت إلى ضعف الاستثمار الداخلي والخارجي بسبب وجود هذا الفساد. هذا الفساد كله برمته أدى إلى حدوث الفقر، وبالتالي أسباب الفقر كانت هي عدم وجود نمو اقتصادي، لأنه إحنا أساسا يعني باكورة الاقتصاد هي ليست صحيحة، نعم، وبالتالي هي لا تسير بشكلها. دكتورة يعني ماذا لو سألنا هذا السؤال، نعم، بطريقة عكسية، بمعنى، نعم، كباحثة في العلاقات الاقتصادية وأكاديمية في هذا الجانب، ماذا لو صرفت هذه المبالغ الطائلة على العراق والشعب العراقي والتنمية وما إلى ذلك؟ كيف كان العراق أو كان حال العراق في 2020؟
نعم كان أكيد يكون يعني بشكل يعني أفضل بكثير مما هو عليه الآن. لا ننسى نحن أمام استراتيجية فقر الثانية وهي من 2018 إلى 2022، ولكن إلى الآن لم يتم تطبيق فيها أي شيء في هذه الاستراتيجية الفقر، وكان هي أسبابها هي الفساد بشكل عام. أيضا نتيجة هذا هو يعني حسب الأرقام الدولية تشير إلى أن تسلسل العراق في الحوكمة الاقتصادية كان 66 من أصل 137، وبالتالي لم يستطع العراق أن يعمل على التحولات السياسية أي الديمقراطية، وكذلك لم يستطع أن يعمل على التحولات الاقتصادية أي ما يسمى باقتصاد السوق. ما بين هاتين الفكرتين هذا كان نتيجتها بشكل واضح على الفرد العراقي، وبالتالي يعني يشار إلى أنه انخفضت القوة الشرائية لثلاثة ملايين مواطن عراقي في شهر العاشر من 2020 قبل ما يتم تخفيض قيمة العملة. هذا بالإضافة لما تقوله لجنة الاقتصاد البرلمانية التي أقرت أن أكثر من 3 ملايين موظف وعامل سيفقدون وظائفهم في عام 2021. يعني نحن أمام موجة جديدة من الفقر للأسف. نعم أكيد نحن أمام موجة جديدة، وبالتالي يعني يجب أن نفكر أيضا أننا نحن الآن هنالك انكماش اقتصادي في نهاية 2020، وبالتالي كان علينا أن نحقق يعني حتى في ظل هذه الظروف الصعبة كان علينا أن نحقق نسبة نمو ليست سالبة، على الأقل أن تكون موجبة بشكل تتناسب مع النمو السكاني الذي يحدث. أننا دائما النمو الاقتصادي هو تحت النمو السكاني، وبالتالي نمو سكاني حوالي 3% في العراق، ولما كنا نحن بصدد نمو سالب في مجمل العملية الاقتصادية كان هذا أثرها واضحا على الفرد العراقي وانخفاض قوته الشرائية، وبالتالي لا يمكن تحقيق أي إنجازات اقتصادية على هذا الصعيد. ولازلنا وإحنا نحن ندخل في العام 2021 بنفس هذه المشاكل، وإذا لم تحل فإننا سنكون أمام أزمة جدا كبيرة. نعم. طب دكتورة، إلى أي مدى أثمر تهريب الأموال من العراق بالتخفيف من وطئة العقوبات على إيران؟ هل ثمت علاقة؟ وأنت تعرفين مدى التغول الإيراني داخل العراق. نعم هي أكيد كانت هنالك وسيلة بطريقة أو بأخرى، أما عن طريق شراء سلع أو أما عن طريق تدوير المشتقات النفطية إلى آخره، وبالتالي كانت هنالك يعني منافذ كثيرة لخروج الأموال وخاصة الدولارات من العراق من داخل العراق إلى خارجه وبالأخص ذهابها نحو إيران. هذا يعني هذا السيناريو هو معروف لدى الجميع ولم يكن شيء جديد، وبالتالي هنالك كثير من الآليات كان يتم التعامل بها سواء بالتهريب للمنتجات النفطية أو بالنتيجة شراء الغاز الطبيعي، شراء الغاز بشكل عام من إيران، وبالتالي على الرغم من وجود لدينا كان ممكن الاستفادة من الغاز الطبيعي اللي هو المهدور إلى آخره. يعني كانت هذه العملية كلها هي في سبيل أن نعمل على تصحيح اقتصاد إيران، وبالتالي هنالك تجارة تصل إلى 20 مليار وأكثر بيننا وبين إيران. نعم. الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.